امبارح كان اليوم العالمي للحيوانات، وبما انه العالم تحول لغابة كبيرة فبحب عايد كل الحيوانات بهالمناسبة السعيدة. اي نعم، كل الحيوانات باستثناء القردة والخنازير وبعض الكلاب. اهلا بكم. مصادر سياسية إسرائيلية: ردنا على إيران سيكون قاسيا لكنه لن يؤدي إلى حرب إقليمية. طيب معلش، كيف عرفتوا أنه لن يؤدي إلى حرب؟ يعني أنتوا بتضمنوا حالكم أنه ما تصعدوا مثلا، أو يعني أنه ما تبدو حرب، بس السؤال كيف ضامنين الطرف الآخر؟ هلا الحديث بهالخبر عن الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني اللي شفناه من بضعة أيام. وطبعا أكيد 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 ما بدي فوت بجدل بين جماعة الله أكبر فوق كيدي المعتدي وانتصار ساحق لحلف المقاومة، وبين جماعة مسرحية يلي بيقولوا لك إنه شو هالميتين صاروخ يلي ما قتلت ولا شخص. لا، هي تحديدا ما قتلت ولا شخص، يعني ما قتلت ولا شخص إسرائيلي، لأن فيش تصاروخ قتل شخص واحد وطلع من سوء حظه فلسطيني هارب من غزة. هلأ برد عليهم أو بيردوا عليهم هن جماعة الانتصار، بيقولوا لهم انه هي ايران ما كان هدفها تقتل مدنيين، واصلا وجهت الصواريخ على اهداف عسكريه وقواعد، وشيء طبيعي انه يكونوا بالملاجئ لبين ما وصلت الصواريخ من اخر الدنيا، يعني كل الناس دريت، بس هالاهداف اتدمرت. بنطوا هدنج جماعه المسرحيه بيقولوا لك طيب ليش حتى الصواريخ يلي شفناها وصلت ما طلع بعدها دخان او دمار، يعني بيقصدوا انها جاي بدون رأس متفجر، مجرد رسالة انه نحن فينا نصل اذا بدنا. ولا بدي جاوب على كل ما بيسأل كل حدا بيسألني انه ليش ما عم تحكي عن سوريا، مو لان يعني صاير فينا مثل عرباية الفول بباب الحارة اللي كل ما تخانق اثنين بيقوموا قال اول شيء بيوقعوها. لك حبيبي ليش عم تكب الفولات؟ ليه عم تكب الفولات بالارض؟ بشو زعجتك عرباية الفول؟ يعني ما بيعرفوا اثنين هيك يتخانقوا بدون ما تصيبنا طرطوشة. بس ايضا ما رح رد عليهم لان مو هاد موضوعي. اما مشان جماعة انتصار ولا مو انتصار، يعني يبدو انه حان الوقت لتحديد شو هو مفهوم الانتصار، لان هاد مثلا منتصر، بس شو هالانتصار اللي ما بيجي الا على اشلائنا؟ او خلينا نشوف يعني يلي جاب هالمثال. لكن بعطيك مثل هيك كتير سهل. معك سيارة فيراري ومعي سيارة رينو سانت، فتنا ببعض. مين خسارته أكبر بالحادث؟ إيه صح، واضح فيراري. فيراري قال رينو سانت قال لا، قصدي أنه لازم يكون في معيار، يعني إذا المعيار بمعدل القتل فإسرائيل نمبر ون، معدلها بالقتل 100 أو 150 يوميا، يعني ما بيجي نوم نتنياهو قبل ما يكمل خسكاره. بالتالي إذا الرد بالقتل فممكن عملية يافا اللي قام فيها شخصين بس ومعهم سكين هاجموا جندي وشلحوا سلاحه وقتلوا فيه 8 وصابوا 20، يمكن شو كلفتها؟ شخصين بسكين. فإذا هذا المقياس فالرد اليافاوي أكبر بكتير من الرد الإيراني من حيث النتيجة. عم أقول يعني مسيرة واحدة من العراق قتل وإصابة 25 جندي، شو كلفتها مسيرة واحدة؟ بالتالي بدنا نقول شو نتائج 200 صاروخ باليستي المفروض يعني يمحو مدن عن وجه الأرض. أما إذا المقياس إيذاء العدو فربما اللي عملته حماس بسبعة أكتوبر هو أكبر إيذاء صار بالتاريخ، وفاق نتائج كل الجيوش العربية بتاريخ الصراع، مضافا إليها الرد الإيراني الحالي والرد القادم إذا صار رد، يعني بدهم يردوا على الرد. فشو المعيار؟ شو المقياس؟ شو يعني؟ ما بعرف، بس مو هذا موضوعي. أنا اللي بدي أقوله شغلة ثانية، إنه بحرب 67 وقت كانت عم تطلع بالأيام الستة الأولى نتائج مضللة للحرب بالإعلام العربي، وإنه دمرنا وقصفنا وتقدمنا، ما كان حدا يجرؤ يشكك بهالكلام، لأن الشعور الجارف للشعب العربي العاطفي والمشحون بسنوات طويلة من القهر كانت تمنعه من تصديق الحقيقة. إذا قلت له نحن عم ناكل قتل معناها أنت صهيوني ومع العدو وعم توهن نفسية الأمة. بالتالي لما ظهرت نتائج النكسة كانت صدمة كبيرة. واليوم للأسف نفس الاحتقان بعد معدل ظلم وقهر أكبر بكتير، بتخلي الكل ينظر للموضوع بطريقة عاطفية وجارفة وبيخون وبيصهين كل من يشكك بالنتائج الحقيقية للرد الإيراني، وخاصة اللي بيقول لك مسرحية. إذا سألتني بقول لك الموضوع مو مسرحية، بس مو مثل ما قلت
وبعيد، وبذكر كل مرة أنه الولايات المتحدة تجيد إدارة الصراعات بالعالم، مشان هيك بيكون الفعل ورد الفعل يعني هيك مدروسين محسوبين ومعروفين وشبه محدد، فبيخلي الناس تشعر أنه مسرحية. وأنا ما بيهمني مسرحية ولا مسلسل، بيهمني النتيجة مو الاندفاع العاطفي. وين نحن بهالصراع؟ وشو حقيقة قدراتنا؟ ومين اللي بيقدر يوجع العدو فعلا؟ أما إيران فإذا بعتت الصواريخ برؤوس حربية ولا فارغة، فهي إلها أهدافها الخاصة اللي بتدور فيها على مصلحتها. طيب نحن مين بيدور على مصلحتنا؟ للأسف على أضيق نطاق، يعني افتاح السوشيال ميديا كلها خلافات وشجارات وتخوين، يلي بيقول مسرحية هو خاين وعميل وصهيوني ومدرشو، والتاني بيقلك يلي بيصدق إيران هو تافه وسخيف ومخدوع، والثالث بيقلك أنت إذا مو مع إيران يعني مع الصهاينة، والرابع بيقلك لا تلوم إيران لوم الأندال اللي جابوا إيران، والخامس بيقلك والسادس بيقلك وهكذا. أول كلمة التخوين، إذا مو مستعدين نتناقش، مو مستعدين نحترم آراء بعضنا، مو مستعدين نطلع أبعد من أرنبة أنفنا، مو شايفين أنه الحريق بيصل إلنا، مو شايفين أنه نحن مالنا كلمة ولا موقف ولا يعني تابعين ومشتتين، وكل حزب بما لديهم فرحون. فبدنا نحكي بالنصر، قبل النصر مطلوب الوعي، بعدين الإعداد، بعدين منشوف شو الله بيخلق معنا. في عملية سرية اشتركت فيها عدة دول تحرير شابة أيزيدية من قطاع غزة كان قد اختطفها تنظيم داعش الإرهابي قبل عقد. أما قصة عبرة بصحيح، يعني واقعية هالقصة بتبكي الحجر. تخيلوا 10 سنين مخطوفة وين؟ بقطاع غزة، وعدة دول عم تعد عملية سرية، بس نسوا يقولوا وإنسانية كمان، لأن إسرائيل مشاركة فيها، عملية سرية وإنسانية معقدة لإطلاق سراحة. طبعا نجحت أخيرا إسرائيل بقتل خاطفها وإطلاق سراحة، يعني بتكون هيك ألقت من ضمن 100,000 طن من القنابل الذكية على غزة، ألقت لها شي قنبلة ذكية كتير، قامت قتلت الخاطف وأنقذت المخطوفة المسكينة. هلأ ما رح أقول مثل بعض المغرضين أنه مو مسرحية، فشر فيلم هندي يطلع بهالسيناريو، لا لا، وبيقولوا أنه الغاية واضحة يعني من هالفيلم، يعني ربط المقاومة بداعش ودغدغة مشاعر الغرب الكيوت واللطيف اللي ما بيهمه قتل 20,000 طفل فلسطيني بالصوت والصورة، قد ما بيهمه يعني مو بس هاي القصة، قصدي انه يعني لسه القصص اللي بدها تطلع معها بعد ما يعملوا مقابلات هيك معها وتحكي لهم، طبعا تعرفوا عن شو بدها تحكي لهم وشو اللي بيهمهم تحديدا، شو الجزئية اللي بتهمهم من هالموضوع. واللي بيقلك ثبت انه المخلوقة اجت عن طريق المطارات ودخلت من المعبر الاسرائيلي، فكيف يعني مخطوفة واجتازت كل هالمطارات والمعابر؟ قول هدول يعني سهل الرد عليهم، انه بيكون في شيء نفق هيك صغير بين العراق وغزه، يعني شغله 3000 كيلومتر اكيد جابوها منه. ولا راح امشي مع نفس المغرضين واقول انه المختطفين والمختطفات اللي طلعوا بصفقات تبادل ما قدروا ياخذوا منهم تصريحات هيك قويه مؤثره بالمواضيع اللي بالي بالك يعني، ايه فرجعوا هيك بدك تقول لأسطواني قديمة، بس لسه يعني لسه مو مشروخة كتير تبع داعش وما داعش والسبي والإيزيديات ومدرشو. بس ما بعرف يعني ليه كالمخلوقة شفناها بعيننا طالعة من غزة يعني، وكانت مخطوفة إلها بس 10 سنين. لا لا مو معقول يكونوا أفلام أصلا. هدول نفس المغرضين يلي بيقولوا على الرد الإيراني مسرحية، ايه بيقولوا هيك على تفنجات إسرائيل إنها أفلام. ما علينا، أنا اللي بدي أقوله شيء تاني تماما، انه اذا مخطوفة واحدة بغزة
بدها تحالف دولي من عدة دول، وعلى رأس هالدولة صاحبة الجيش الأكثر إنسانية بالعالم، وعملية سرية وما سرية واستخباراتية ودقيقة قدرت تحرر هالمخطوفة بعد 10 سنين. يا ترى مئات المخطوفين الإسرائيليين بغزة إذا بدنا نحررهم بعمليات هيك سرية خطيرة مثل حكاية هاي كل 10 سنين واحد، يعني يا ترى كم قرن بدنا؟ أنا والله ما انحسبوا معي. لا ينتهي عجب، لا بس لحظة قبل ما ينتهي عجب تذكرت شغلة، إنه حماس المنظمة الإرهابية يلي ليك طلعت متحالفة مع داعش الأكثر إرهابية منها، أنتوا عم تقولوا متخزين المواطنين بغزة يلي لهلأ إسرائيل قتلت منهم أكثر من 40,000 أنه متخزينهم دروع بشرية، يعني الشعب الفلسطيني بغزة مختطف، مختطف يا أخي من قبل الإرهابيين، فليش بدال ما تقصفوهم وتهبطوا بيوتهم فوق رؤوسهم وأنتوا معترفين أنهم دروع بشرية يعني مختطفين، ليش ما بتحرروهم هيك بعمليات إنسانية سرية بطولية مثل هاي؟ سؤال وجيه شويكي، بس يمكن هن كانوا يعني ناويين هيك يعملوا، بس لقوا أنه سرعتهم بهالعمليات السرية فظيعة فظيعة كتير، أنه كل 10 سنين ليحرروا مختطف، بقى كان لازم يبلشوا فيها قبل العصر الطباشيري حتى يلحقوا هلأ أنه يصير شيء. هلأ صار بدها لا ينتهي عجبي أبدا. مصادر لرويترز: فقدان الاتصال مع هاشم صفي الدين. لك يا أخي تخبوا، بس واحد يكمل أسبوع لنفهم رأسنا من رجلينا، أنه بعد الاختراق الأكبر بالتاريخ تبع البيجر شو الإجراء اللي اتخذتوه؟ طيب بعد معلومات دقيقة ولحظية أدت لاستهداف حسن نصر الله بمجرد وصوله، شو الإجراء اللي اتخذتوه؟ وهلأ اليوم وبكرة وبعده، يعني الزلمة ما صبروا عليه ليخلص البروبات سايت. بكرة القدم إذا فريق بيعرف خطة الفريق الثاني بيغلبه، وحتى يعني هلأ صارت موضة أنه هيك بيبعتوا الدروم مشان يراقبوا تمرين فرق كرة القدم الثانية ليعرفوا شو خطتها. فكيف حرب حدا بيخوض حرب وهو هيك مكشوف لهالدرجة؟ بالتالي مثل ما حكيت سابقا عم يقنعونا أنه هذا توازن رعب، لكن من الواضح أنه الفارق على الأقل التكنولوجي أكبر بكتير من أنه نحكي بتوازن، بس هيك بدهم يانا نصدق أنه هذا توازن وتوازن رعب. وكالة الأنباء الفرنسية: ماكرون يدعو لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة. هلأ هالنبأ أنا مو جايبه لأمسح الأرض بالكريه ماكرون وقول أنه رح يمنع إرسال أسلحة مستخدمة قال بغزة ويعطيهم أسلحة مشان يستخدموها بلبنان، هلأ هيك الحرب صارت شمال. لا أنا بدي أقول أنه من بعد 7 أكتوبر بالحقيقة في متغيرات حقيقية بالرأي العام العالمي اللي بلش يضغط على حكوماته، وصرنا نسمع هيك تصريحات بفرنسا وبألمانيا وبغيرها. طبعا هالشي بيدفعنا للتفاؤل انه يعني ممكن بالمستقبل تتطور هالمواقف، لكن بالحقيقة ما نبالغ بهالتفاؤل، يعني حتى الخرف بايدن وقت عم يصرح انه نتنياهو ما عم يرد عليه وعم يدخل بصراعات غير محسوبة وبعدين بيجي هاربا لعنده بيطلب منه المدد والعون، هلا يعني رح يخطر ببالكم انه شي مرة ما يساعده او يورجيه حجمه الحقيقي، او يعني منين جايب هالثقة نتنياهو انه شو ما خبص رح تضل امريكا تدعمه. بالحقيقة شي بيشبه مثل اذا عندك ولد، خاصة اذا ولد مايع، عم يتخانق مع ابن الجيران وانت بتضل تقله لبقى تحاكي له الولد لبقى تقرب عليه، بكرة بتعمل لنا مشكلة مع اهله، بس ابنك ما رد عليك وراح ضرب الولد واجا راكد لعندك والناس لاحقته، ما فيك تتركه وتقول له خرجك الله لا يقيمك، بدك تدافع عنه لأنه ابنك. وهيك أمريكا بريطانيا وغيرهم هاد ابنهم المدلل المايع يلي ما بيرد عليهم بس بدهم يدافعوا عنه. والسؤال هو أنه إسرائيل يلي بتحارب ميليشيات محدودة الإمكانيات جدا بحاجة لكل هالدعم الغربي بالمال والسلاح والعتاد وحتى بالإعلام، يا ترى شو ممكن يصير لو فقدت فجأة هيك كل هالدعم لسبب أو لآخر؟ يا ترى شو ممكن يصير لو واجهت جيوش حقيقية لدول بتملك أسلحة فعلية مو مسيطر عليها؟ شو؟ بعتقد هذا سؤال المليون رح يكون بالسنوات القادمة سؤال هام، ومن هون لنعرف إجابة السؤال نبقى معكم كل أسبوع بأخبار العالم من ألمانيا. دمتم بخير. إيه نعم. Are there any Middle Eastern people here? Yeah, where are you from? Okay. Thank you.
Are there any real Middle Eastern people here? I'm kidding. Israel and Russia? You came to the right show, then. What brings you to Sofia? Oh. Are you working on the pagers, on walkie-talkies? What's your domain? Economy! Oh, you came to Bulgaria to study. How's your life here? Are people nice people? Do you feel welcome here? I feel great here. Nice people. I see that there's two empty seats on either side. Is that like the buffer zone? So that's the West Bank, that's Gaza. Just, you know? A chair without the people, for the people without the chair, right? Huh? They left their stuff here, and you're like, it's mine now. It's a... 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 도도. Hey now.